السلام عليكم قاع يعني خاوتي خياتي قاع اللي يقدروا يشوفوا هاد لا فيديو راح نريبوندي يعني بشكل سريع على لي كومونتير و لي رياكسيون اللي صراو بارابور الحلقة تاع البارح تاع اطفال لم يختاروا اباءهم. وين كنا شفنا الحالة تاع هذيك المرأة المتسولة اللي عندها اطفال بزاف وفي الشارع. اكثر تعليق يعني جا من يعني بشكل كبير هو انه شغل كاين بزاف الناس يعني ما عجبهمش الحال. كي كنت نقولها يا ودي اسكو تقبلي انه اولادك يتبلاصاو عند دي فامي داكوي مؤقتا لو طون اللي انت تلقاي حل، وممكن جدا ما تلقايش حل يعني باش نكونوا واقعيين. وانا حكيت معها يعني بواقعيه، وانا شغل انا جينيرالمون ما نحبش نفسر كي ندير عفسه ما نحبش نفسر للناس، لانه ربي عالم وانا عالم. انا سير من روحي بلي انا نيتي الاساسيه والاولى هي لانتيغي تاع الحاله اللي يجي عندي، لانه انا بالنسبه ليا كي يجي اي شخص يجي يجوز معايا في البرنامج الحاجه الكبيره اللي عندي وجو نو سي با اوبليجي نقول هذه الهضره، بصح معليش انا شغل معليش الانسان مرات دي فوا يسيكسبليك يعني غايتي الاساسيه هو مساعدتها. يعني صافي الناس يعني يقولوا تبهدل ما تبهدلش، انا بالنسبه ليا سيت اون باساس دو نيفو انا ما نقدرش نحبط لها، لانه لما بمجرد ان واحد يقول لي انه راك دير هذه العفسه باش تبهدل الغاشي انا بو ما جو بلوك كاريمون لا ديسكوسيون بيني وبينه، لانه راه يروح بعيد. يعني المفيد انا كنت قلت لها فوالا، لانه هي عايشه اكو شفتو يعني في الفيتيير الظروف اللي عايشين فيها هي وولادها. يعني انا وشنو قبل ما نحكي لكم على هذه نولي لكم على اول مره انا في حياتي طلبت من ام انها تترك تخلي وليدها اول مره. يعني درتها هي سي با يعني ماشي لا بروميير فوا البارح، ولكن كانت مع هذه الحاله ما بيش اسكو شايفين عليها هذه المراه جو سي با اسكو كنت تقدروا تشوفوا هذه المراه. هي اول مره انا قلت لها يعني وليدك يعني اسكو تمدي وليدك، الناس ربما ما عندهمش الدراري. علاش قلت لها هذا الشيء؟ دوك انا كمقدم برنامج ولا كصحفي في العلن يعني في الشاشه جي با الدروا اني ما عنديش الدروا اني نقول زعما المواطن حاجه ماهوش هو موافق عليها، وما عنديش الدروا اني اي عفسه نعرفها نقولها، سي كونتر لا ديونتولوجي، باسكو المواطنين يحكيوا لي مرات عفايس وسير انه هاد العفايس كاين مرات وين يموتوا معايا، اني انا مستحيل ابدا اني نخرج السر قاله لي مواطن، امبوسيبل ندير عفسه كيما هذه، ولكن يقعدوا عندي خلفيه تاع كرواسي تاع حاجه تحكهم لي المعني بالامر، يخلوني انا مرات نسيين نطرح اسئله نوعا ما مرات تبان غريبه، لانه بالنسبه للمستمع، لانه انا عندي المعطيات اللي عندي انا ماشي هي نفس المعطيات اللي عنده المشاهد، باسكو المشاهد يتلقى القصه وهو بغوت، يعني المواطن ما عنده حتى خلفيه على الشخص، المواطن بيسمع برك سي بوغ سا مرات يقول لك واش بها هذا راهو يطرح في هذه الاسئله واش بها راهو يقول هذا الكلام، لانه ما يعرفوش الخلفيه تاع القصه. دونك انا هذه المراه تاع اللي قلت لها بلي مدي وليدك لا بروميير فوا، لانه انا في حديث بيني وبينها هي دوك هاد المراه انتم ما تعرفوا لا اسمها لا وجهها لا والو، يعني ما مديتش لي ديتاي، ولكن نحكي لكم على لا سيتواسيون باش تعرفوا هاد المراه واش قالت لي. دوك هي المراه دارت ديغا كبيره قد راسها طاحت اونسانت وقالت لي يعني بصريح العباره قالت لي انا يعني ماشي قالت ليش وحدي يعني كاين شهود على هاد الهضره، قالت لي انا ما نسحقش طفل، قالت لي انا الطفل ما نسحقوش راني نحوس على الراجل. قالت لي بعد انا سقسيتها قلت لها الطفل هذا قلت لها كابابل، قلت له كان يقول لك سيد نتزوج بك بصح طيح البيبي راهي ساتيام مو معناتها الطفل البيبي راهو خلاص يعني راهو وروح. تخيلوا انه مرات تقول لكم بلي انا حنرمي وليدي و جو بونس باك حتتشوكاو، لانه شحال ياما ناس قتلوا ولادهم، يعني هو يولد منها يتخنقوا من هو يولد منها يترميه من هو يزيد منها يتقتلوا داخل كرشها. دونك انا رأفة في بالي في حالي بالطفل سي بوغ سا قلت لها مديه، لانه على بالي بلي كاباب دير بها اي عفسه، لانه ما يهمهاش الطفل. وقالت لي بصريح العباره قالت لي انا ما يهمنيش الطفل انا يهمني الراجل. دونك سي فغي انا ما نحكمش على الاشخاص لانه الحكم لربي، بصح واضح من كلامها انها ام غير مسؤوله، وماشي اي ام رفضت الجوف ولا اي ام جابت الطفل معناتها هي ام مسؤوله. وانا شفنا يعني كاين بزاف نساء يرموا ولادهم يقتلوهم يعني ونورمال ماشي حاجه تشوكيكم ولا، باسكو حنا سامعين شغل الام سي با فغي، ماشي كل الامهات عندهم نفس
المسؤولية لا ريسبونسابيليتي ونفس الوعي، نفس الوعي. ماشي كاع الامهات عندهم الوعي تاع اولادهم. دونك سي بور سا انا قلت لها هذيك لا بروميير، قلت لها فوالا مدي وليدك باسكو بور مو تمدو احسن من انها تروح تجهض يعني دير اجهاض ولا تقتله ولا ترميه ولا تقعد تطلب به، لانه هاد الاطفال اللي يزيدوا خارج اطار الزواج وانا نديروا دائما حصص عليهم ما خيروشهم هاد الحياه. واحد في تقريبا واحد فيهم ما يعيش حياه سعيدة. نقدر انا نكون مريح في الدار نتفرج لي ميسيون نسمع لي استوار تاعو يغيدني وفقط، بصح ما وراء الحياه تاع الطفل هذا ما يعلم بها غير ربي، ربي فقط اللي عالم بها. دونك انا سي بوغ سا بالنسبه لي ومازالني مصر ان لهذه اللحظه يعني انه تمد الطفل احسن ما تخليها عندها، لانها ام غير مسؤوله. يعني وشنو انا هذه الحاجه ما نقولهاش في لاتيلي، ما نقولهاش في الشروق لانه ما جاياش، وحنا كصحفيين ما نعبروش عن راينا الخاص، يعني نحكوا على القضايا بشكل عام، يعني ما نحكوش راينا الخاص باسكو هذا ضد اخلاقيات المهنه، ولكن سور ما باج فيسبوك ولا سور ما شان يوتيوب جي لو دووا دو لدير باسكو سا نونغاش كو موا، وانا على بالي علاش راني نقول هاد الاشياء. وتقدروا يعني ارشدوا التليفون عيطوا لاي انسان، اي يعني شبكه حمايه حقوق الطفل ولا خصوصا منظمه ترقيه حمايه حقوق الطفل ولا شبكه ندى، يقولوا لكم عن نساو واش يديروا بالدراري، يعني يديروا العجب المعجب، لا عجب المعجب. دونك انا بانت لي انه فرصه لانقاذ الطفل انها تمدوا دي فامي اللي محرومين من الاولاد. وعندنا بزاف لي فامي ناس قراب منا ربي ما ربي لسبب ولا لحكمه ما عطالهمش الدراري. دونك احسن من انه يعيش برا وهي تتسول به ولا ترميه ولا تقتله، انه يروح عند قلب ام، يعني مش ام ولدته ولكن ام احتضنته. دونك انا سي بوغ سا قلت لها، لانه قالت لي اني ما نسحقش الطفل وما قالتها ليش ليا وحدي، قالتها لبزاف غاشي. وشنو انا في التلفزيون سييت نقول لكم انديريكتوم بلي هي راهي ماشي تحوس على الطفل، يتحوس على حاجه واحده اخرى، ولكن يعني برك باش نبرر لكم اني انا مانيش ندير هذا الشيء يعني باش نضر الحالات، بالعكس والحالات اللي جاوا ماشي انا اللي قلت لهم ارواحوا جوزوا وهما يجوا، كل واحد عنده سبب باش يحكي. نولوا درك للموضوع تاع المراه اللي عندها اطفال وفتاع جي بلاس تاع الدوم. السيدة نصيرة جو بونس بون انا نقرا النقص فيها ما نقراش النقص في المتابعين، لانه انا بالنسبه لي المشاهدين نتعامل معاهم سي غيكو ما نعرفش كاع اللي يكتبوا لي كومونتير، بصح نتعامل معاهم على اساس انهم يعني كيفاش يقولوا، على اساس انهم يعني يقولوا كلام من منطلق سليم، يعني ما نقراش النقص في لي كومونتير تاع الغاشي، نقول بلي انا بالك ما فهمتكمش الميساج بشكل صحيح، نقول انا ما فهمتكمش، انا ما قلتلهاش مدي ولادك، بالعكس انا قلت لها باسكو كاين حاجه واسمها ان بلاسمون تومبورير دون دي فامي داكوي، بمعنى انه الاطفال كيكونوا عند في وضعيات حرجه يحطوهم المنظمات هنا في الجزائر يرفدوا هذاك الطفل يحطوها عند اون فامي تستقبلوا لو طون اللي تستقبلوا ويبقى على تواصل مع يمه كلي قعد كليك حل مؤقت الى ان تجد الام كيفاش يقولوا مخرج حل. دونك انا قلت لها حطيهم عند عائلات باش على الاقل تضمني لهم التمدرس، لاني انا شفت شوفوا قد ما نقول لكم يعني نصيره كيفاش عاشت وش عاشت وش يصرى قدامها وش يصرى قدام ولادها وش يديروا وش ما يديروش، يعني قد ما نقول لكم ما تقدروش تتخيلوا يعني وش شفنا احنا يعني سبيسيالمون انا يعني وش شفت الدراري الصغار. دونك انا سي فري قلت لها يعني خليت قلبي عند هذوك الدراري، لانه ملي رحت هما فوقي وانا يعنقوا ويبوسوا شغل سي فري كان جي با دونفون جي با اونكور دونفون، مي شغل حسيت بواحد العاطفه كبيرة وقوية للأطفال، خاصة يعني وش حكاو لي باسكو أنا هذوك الأطفال كامل حكمتهم سيباريمون وهدرت معاهم واحد بواحد وحكينا بزاف أمور. دونك أنا غضني الحال سي فغي ما حش نقول لكم أنا الحين مارق، أنا يغضني الحال عليهم أكثر من باباهم أكثر من يماهم، بصح كون شفتوا باباهم وما شفتوش باباهم يعني أنا نعرفو مي شفتوا يماهم يعني كيفاش عاملة. دونك انا اقترحت عليها انها تحطهم مؤقتا عند عائلات، وكاين من البارح يعني ملي جات الحلقه لدوك لي زابيل لي زابيل لي زابيل لي زابيل لي زابيل تاع غاشي متمنيين يحتضنوا هذوك الاطفال، وماشي شرط يشدوهم ديفينيتيفمون ولكن مؤقتا على الاقل يدوا فيهم اجر.
دونك انا ما قلتلهاش سمحي في ولادك وما نقولهاش سمحي في ولادك، انا قلت لها حطيهم مؤقتا عند عائلات. وكاين كاين حاجات وتفاصيل كيف كيف على هذيك المرأة ما نقدرش انا نقولهم، ما نقدرش نقولهم لانه ولادها يسمعوا، ما نقدرش نقولهم لانه المجتمع ما يرحمش، ما نقدرش نقولهم لانه هي سرتني باشياء انا ما نهضرهمش. صح انا كنت حاب انها مازالني مصر انها تحطهم عند عائلات لو هي تلقى مخرج. دونك في لي كومونتير راكو تقولوا ابنوا لها دار ابنوا لها دار ابنوا لها دار، سي جوست كيفاش يقولوا غير وارد، الامر غير وارد. وراكو عايشين في الجزائر، يعني المراه هذه عندها سنوات وهي عايشه برا والزنقه يجوز عليها المسؤول المشي مسؤول، يجوز عليها المرفه الغني الفقير، ولا واحد دار لها حل، ولا واحد خزر فيها، ولا واحد دار فيها الخير، يعني وهي ما دارتش الخير اصلا في نفسها. دونك هذه باش زعما انها تدي سكنه، ماذا بيا انا تدي سكنه، ولو كان جا في يدي ومقدوري اني انا ندبر لها سكنه افيك بليزير. بصح الشغل على بال انا عايشين في الجزائر، على بالكم بلي الناس يعني ما يدوش سكنه، ما تديش السكنه، يعني ما الاخر سكنه عباكم شكون داوا داها فلان وبنته وبنت بنته وصاحبة صاحبته وصاحبة بنته اتسيتيرا، هما اللي يدوا السكنة. مناصيرة مرمية هكاك في الطريق مع الطاش مع تاع الدراري دايرين بيها، لي سيرفيس سوسيو تاع البلديات صفر زيرو هكا زيرو. ما تقولوليش يروحوا يدوا لهم قفة رمضان وقفة، ما هادي ما انا ما استعرفش بها، لأنه ناصيرة وأولادها بحاجة إلى سقف ماشي بحاجة إلى ماكلة، يقدروا ما ياكلوش ما يلبسوش بصح السقف. وكان بزاف شغل انا البروبليم سي جي با لدغوا نهضر باسكو ساجي دي مينور. بزاف اشياء رهيبه صارت لولاد نصيره وصارت لها هي وقدام يماهم. دونك نتوما فو بونسي كو هاد الاطفال لا باسكو نخلوهم مع يماهم احسن انهم ما يروحوا عند دي فامي داكوي. صح اي داكور. نعطيكم واحد برك عليلو عنده 8 سنوات 9 سنوات عليلو 9 سنوات ما دخلش للمسيد، عندكم هذه حاجه نورمال باسكو نخلوه مع يماه، سي لوجيك تقبلوا هاد العفسة، هذا عدل هذا حق. سقسيتوا عليلو على هاد العفسة، سقسيناه اسكو نتاك حاب ما تقراش ما تكونش عندك. عندي واحد الانترفيو راني مصوره مع عليلو لو طون برك نفلوتيه ونجوزو لكم، مالوغوزمون في بروبليم تاع السونس نعطيكم تسمعوا الطفل كيفاش يهضر. دونك الطفل في سن عليلو ما يعرفش ما يقدرش يقرر، هو سي نورمال يقول لك انا قاعد مع ماما، ما يعرفش الطفل. بصح نتوما اكو عشتو اكو عايشين حياته، نتوما شغل 11 سنه طفل عمره ما تخلى مسيد، سي جوست وين رانا وشنو هذا الجهل. وهذيك التعليقات انا اللي يجوا اغوش ادغوات تاع اكتب هدل فيها وما كاش ام تسمح في ولادها، اي ما كاش ام ما قلنا لهاش سمحي في ولادك داكوغ، الام والام 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 مسح الام لو كان خمت مرتين قبل ما تنجب هذاك العدد من الاطفال ما تنجبهمش، لانه ولا واحد فيهم راه عايش يعني حياه عاديه. عبالكم بلي خراو برا، عبالكم بلي بولو برا في الطريق، عبالكم بلي ما يدوشوش اصلا، عبالكم بلي ياكلوا، عباكم بلي يتبلوهم ناس ويطمعوا فيهم دراري وكذا 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 جوست السبب لانهم راهم مع يماهم وكذا. هذا الشيء ما يكفيش، هذا الشيء ما يكفيش. انا راني رايح عند نصيره باش نصور الجزء الثاني، بصح حبيت برك ناكد لكم بلي شغل لو فات لي نحطوا مرات اطفال مرات تلموا نحبوا اولادنا وبون نخيروا لهم مستقبل احسن. وانا ما قلت لهاش سمحي في ولادك، انا قلت لها حطيهم عندي فامي داكور، ماشي غير انا حتى شبكة نتا اقترحوا لها هاد الشيء كحل مؤقت ماشي كحل نهائي يعني. فوالا دونك هذا هو اهم نقطه اني حاب نقولها لكم، انه كاين تفاصيل انا ما نقدرش نقولها، بصح كاين ديما 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 كاين خلفيه وكاين نيه طيبه، سي بور لانتيغي دو لونفو. سي بور سا انا قلت لها تخلي ماشي تخلي على اولادي، قلت لها شوفي فكري في باش تبلاصيهم عند دي فامي داكوي، باسكو كاين بزاف ولاد فاميليا. شوفوا مساكن، شوفوا شحال شابين، شوفوا البراءة هاي ليك، يعني ماشي حرام هاد الدراري يقعدوا هكا يتمرمدوا يتجرجروا. فوالا دونك خلوا لي آرائكم حول الموضوع، وماشي دائما نبقاو متعلقين بفكرة انه كل ام شغل اوتوماتيكمون هي ام صالحه، كاين ام غير مسؤوله، كاين ام غير صالحه، كاين ام ما قراتش للزمان عقوبه. وعلاش الشيء اللي انا سقسيتها قلت لها انت تمرمتي عشتي برا تو اي طوم بروميير اونفون على لاج دو 15 اون، نصيره على لاج دو 15 اون ولدت اول طفل غير شرعي داتو لها الحكومه. قلت لها علاش جبتي هذا العدد الكبير تاع الدراري، يا اخي انت عشتي برا تمرمتي علاش ما قريتيش
هذا الحساب لاولادك. هي قالت لي انا والله غالب يعني غير اللي جيت مع فيها وهي رايحه وهي رايحه وهي رايحه. دونك هذا هو الشيء. وانا سي فري كو جو ريسبكت كاع الناس اللي مدوا اراء، كاع الناس اللي كتبوا تعليقات محترمه يعني، ما عندك لي يعني ما نهضرش عليه، لا يستحقون حتى الرد. صح قايتك كي تقولوا لي ملاحظه ولا انا ماذا بيا شغل، باسكو في النهايه انا ندير حصه للناس، مانيش نديرها باش نتفرجها انا، ومانيش زعما ندي عليها دراهم، ومانيش نخلص عليها، انا عندي الصالير تاعي، الحصه تجوز ولا ما تجوز انا نخلص. والصالير تاعي حصه مليحه حصه ماشي مليحه، حصه بروفيسيونيل سالو ماشي بروفيسيونيل انا نخلص. يعني مانيش سكو جو في ما عندوش كاع علاقه بالدراهم، بالعكس واحد برك ما يحبش يهضر. فوالا ميرسي بوكو كاع اللي تشوفوا هذا الفيديو، ويعطيكم الصحه واعطوني ارائكم. بالك انا مانيش نشوف بيان الامور، نسمعوها كبعضنا ونحكيو. جو فوز امبراس تري فور.